السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثالث من سلسلة تعلم القراءة بالفرنسية. فاليوم إن شاء الله غنتعرف على واحد الحرف اللي ضروري تعرفوه كيفاش كيتقرا، اللي هو لا لتر جي. فلا لتر جي عندها قراءات مختلفة، فالعديد من الناس كيكونوا كيقراو كيلقاو شي كلمة فيها لا لتر جي وكيتحرجوا، ما كيعرفوش واش ينطقوها بج بلو سون ج او بيان بلو سون غ، كيعرفوش واش يقولوا ج ولا غ. فباش ما بقيش يكون عندكم هذا المشكل، تبعوا معايا الحصه حتى الاخر، وفي نهايه الدرس ان شاء الله غيكون عندنا اكزرسيس او تمرين باش تختبروا نفسكم واش تقنتوا لا لتر جي. فبقوا معنا الى نهايه الحصه. فكيف قلت سابقا، لا لتر جي عندها قراءات مختلفه، يا اما كتقرا بج بلو سون ج او بلو سون غ على حسب لو فوايل اللي تبعها. فمثلا عندي لا لتر جي بلس ا، يعني لا لتر جي الا كان تبعها ا فكنقراوها بغا غا ماشي جا، مي كنقراوها بغا. اكزامبل غازيل غازيل، دونك جي بلس ا سا دون غا غا. جي الا كان حداها او، جي بلس او كتعطينا جو جو. اكزامبل غوم غوم، الغوم هي الممحات. بالنسبة لجي بلس او سادون جو جو. اكزامبل ريغولييه ريغولييه. دونك جي الا كان تبعها ا او 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 كتقرا بغ بلو سون غ. باغ كونطخ جي الا كان تبعها فايل او كتقرا بجو جو. اكزامبل باج باج. فا او الا كان في اخر الكلمه كنوقفو عليها، ما غاديش نقول باج مي غنقول باج باج. داكوغ، دونك جي بلس او سا دون جو. جي إذا كان تبعها إي كتقرا بجي جي. إكزامبل بوجي 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 هي الشمعة بوجي. أما جي إذا كان تبعها فوايل إيكغيك فكتقرا جي جي. إكزامبل جينيكولوج جينيكولوج. الجينيكولوج هو طبيب النساء والتوليد، الطبيب الخاص بالنساء كيتسمى جينيكولوج. داكوغ، نتمنى يكون واضح لكم. ف جي الى تبعها ا او 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 كتقرب لو سون غ غ. داكوغ، اما جي الى كان تبعها فوايل او او بيان اي او بيان غريغ فكتقرب لو سون ج ج. الان مرة نتعرفوا على جي الى كان تبعها اش، لكن تبعها لا لتر اش كتعطينا غ غ. اكزامبل غانا 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 هي غانا. فهنا كتبت جي ماجوسكول لانه غانا اسم بلد يعني نون بروبر، داكشي باش بديناه بالماجوسكول. دونك جي بلس اش كتعطينا غ غانا. ايضا جي بلس ال سادون قل قل، كتنطق بغ لو سون غ قل. اكزامبل غلاس غلاس. او جي بلس ار سا دون اوسي غر، حتى هنا كتنطق بلو سون غ غر. اكزامبل غروت 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 هو الكهف غروت. فالان اللي بغيتكم تفهموا هو انه لا لتر جي الا كان تبعها ا او 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 فكتقرا بلو سون غ غ. دونك ا او او كتقرا بلو سون غ. جي الا كان تبعها او او اي او يغريغ فكتقرا بلو سون ج لو سون ج. داكوغ، اما جي الا كان تبعها اش فراه كتقرا بغ. جي تبعها ال و سي كتقرا بغ، نقولو قل. جي بلس ار سا دون غ كيف ليكزامبل نتاع غروت. ف
فنتمنى يكون واضح لكم. قلنا الجي كتنطق بجوج الحالات، يا اما ج يا اما ج. فالجي اللي كانت تابعها ا او 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 كنقراوها بج، غا غو غو. الجي اللي تابعها او او اي او يغريك فكتقرا بلو سون ج، كنقولوا جو جي جي. داكوغ. جي تبعها اش راه كتنطق بج، جي تبعها ال اوسي كتنطق بج، وجي تبعها اغ حتى هي كتنطق بج، لو سون ج. الان عندي جي تبعها ا، فما فيهاش نقاش، قلنا كنقراوها بغا غا. ولكن الا انا جي حداها ا بغيت نقراها بجا بجا، شنو كندير؟ هي في وسط بين جي وما بين ا كنضيف او، بين جي و ا كنضيف او، كتولي كتقرا جا جا. ولكن انتبهوا هنا راه كاينه او. فنعطيكم اكزامبل، مثلا ارونجابل، ا رون جابل. فوالا، هنا ما بين جي وما بين ا كاينه او، دونك ما غاديش نقرا غا مي غنقرا جا، ارونجابل. اوسي بالنسبه للجي حداها او كنقراوها غو، ما فيهاش نقاش كتقرا بغو. ولكن الا كانت بيناتهم او فكتولي كتقرا جو. اكزامبل بي جون، بي جون. داكوغ. دونك جي الا كانت حداها او تبعها ا فكتقرا جا، جي حداها او تبعها او كتقرا جو. جي اوسي الا كانت تبعها او كتقرا جو، ولكن الا كانت بيناتهم او فكتولي كتقرا جو. اكزامبل فواياجوز، فواياجوز. فنتمنى يكون واضح لكم. نعاود مره اخرى، فجي حداها ا راه كتقرا غا، ولكن الا كانت بيناتهم او فكتولي كتقرا جا. جي حداها او كتقرا جو، ولكن الا كانت حدا بيناتهم او في الوسط كتقرا جو، بيجون. هنا ارونجابل، ارونجابل. بالنسبه جي تبعها او فكتقرا جو، ولكن الا كانت في الوسط او فكتولي كتقرا جو. اكزامبل نتاع فايا جوز، جو. الان عندي الا كانت جي تبعها او فكتقرا بجو، ولكن الا انا بغيت نقراها بج بج، فبين جي وبين او كنوضع او، او كتولي كتقرا ج، مكتبقاش تقرا جو مي كتقرا ج. اكزامبل غير، غير. لا غير هي الحرب، غير. داكوغ. جي تبعها او كتقرا جو، ولكن الا كان بيناتهم او كتولي كتقرا ج، ج. داكوغ. جي الا كان حداها اي كنقراوها جي، كنقراوها جي بلو سون جي، ماشي جي مي كنقراوها جي. ولكن الا كانت تبعها او كتولي كتقرا جي، ما كنبقاش كنقولو جي مي كنقولو جي، لانه تبعها او. داكوغ. اكزامبل جيد، جيد. داكوغ. دونك جي الى حداها او وحدها اي فكنقراوها بجي، جيد. وبالنسبه للجي تبعها اي غريك فحتى هي كتولي كتقرا بجي ماشي بجي. فكيف قلت، جي الى حداها ا راه كتقرا غا، ولكن الا كان تبعها او عاد ا فكنوليو كنقراوها بجا. بالنسبه للجي الى حداها او راه كتقرا جو، ولكن فاش كنديرو بيناتهم او كتولي كتقرا بج. داكوغ. دابا نشوفو دي زيكزامبل باش تفهمو مزيان. ليكزامبل الاول اللي عندي باجاج، با غا ج. دونك هنا عندي، فاحنا كيف قلنا هذه سلسله تعلموا فيها ان شاء الله القراءه بالفرنسيه، فنقرا معكم كلمه بكلمه. الوغ هنا عندي بي تبعها ا كتقرا با، با. جي تبعها ا قلنا كتقرا غا، دونك با غا. جي تبعها او قلنا كتقرا جو، ولا كانت في اخر الكلمه كنوقفوا عليها. الوغ با غا ج، باجاج. ليكزامبل تاني غراف، غراف. فقلنا جي اللي تبعها ار كتقرا بغ، غ. دونك غراف. وهنا في تبعها او كتقرا في، ولا كانت في اخر الكلمه كنوقفوا عليها وكنقراو غراف.
L'exemple التالت ماجي ماجي عندي 1 plus A ça donne ما و G تبعها إيه كتقرب لسان J يعني كنقول J donc ماجي ماجي aigu aigu فديجا قلت في الدرس الأول كنا تعرفنا على لي فايل كومبوزي وقلنا أنه A تبعها إيه كتقرا A A donc و G تبعها U كتقرا gu aigu aigu région région 1 plus E accent فهاد E accent كتقرا E E donc ré ré و G تبعها I كتقرا J en région région glisse glisse donc G تبعها L قلنا كتنطق بج كنقراوها بج glisse glisse وقلنا إلا عندي شي دوبل كونسون الا عندي شي كونسون يعني معاود جوج المرات فكنديروا عليه الشده فكنقولوا غليس غليس مارج مارج قلنا جي تبعها او كتقرب لو سون ج مارج نيجليجابل فهنا عندي جوج الحالات بحال ليكزامبل الاول عندي فيه حاله نتاع غ والحاله نتاع ج aussi هنا عندي ني دونك قلنا انه او اكسون كتقرا ب اي دونك ان بلس اي سا دون ني جي بلس ال سا دون غل دونك نيغ لي لي جابل فهنا جي تبعها او ا فكنقراوها جا نيغلي جابل نيغلي جابل ليكزامبل الاخير فيه بلاغ بلاغ دونك ب لاغ قلنا جي تبعها او كتقرا بج ولكن الا بيناتهم او فكنقراوها بج بلاغ بلاغ داكوغ نتمنى يكون كلشي مفهوم واضح الان نمروا للاكزيرسيس او تمرين باش نثبتوا هذا الشيء اللي قرينا على لا ليتر جي الوغ بالنسبه للسؤال الاول سوليني لا ليتر جي كونت يونتون لو سون غ دونك هاد الكلمات فاش غتسمعوا غ غتسطروا على لا ليتر جي الا ما سمعتوش غ دونك ما تسطروش عليها فنقرا لكم ليكزامبل الاول مثلا هنا عندي لا جي غاف فقلنا جي تبعها اي كتقرا بجي ماشي غ دونك ما سمعناش لو سون غ لا جي غاف فهنا ما غاديش ندير سطر داكوغ او نتوما كملوا هاد الكلمات اللي تبقاو بالنسبة لا دوزيام كيستيون سوليني لا ليتر جي كون تي اونتون لو سون ج دونك هنا الا سمعتو لو سون ج ف سولينيو لا ليتر جي مثلا هنا ليكزامبل الاول فواياجي فواياجي فقلنا جي تبعها او كتقرا بج فهنا سمعنا لو سون ج دونك غنسوليني لا ليتر جي فوقفوا لا فيديو قوموا بانجاز التمرين ونرجعوا باش نصححوه الان غنصحوا هذا الاكزرسيس ف كيف قلت في السؤال الاول سوليني لا ليتر جي كون تي اونتون لو سون غ دونك فين ما سمعنا لو سون غ غنسولينيو لا ليتر جي ليكزامبل الاول لا جيراف قلنا لا جيراف ما فيهاش لو سون غ دونك جي جيراف الكلمه الثانيه غاني غاني فهنا جي تبعها ا قلنا كتقرا بغا دونك غاني وي كاينه لو سون غ دونك غنسوليني لا ليتر جي بالنسبه هنا جي الا كانت تبعها ان فكنقراوها ني ني غاني داكوغ غاني لا نيج لا نيج فقلنا جي تبعها او كتقرب لو سون ج لا نيج دونك هنا ما كاينش لو سون غ لو غيد لو غيد فقلنا جي الا كانت تبعها اي كنقراوها بجي ولكن الا كان بيناتهم او كتولي كتقرا غي غيد دونك هنا سمعت لو سون غ فغنسوليني على لا ليتر جي نافيغي نافيغي فهنا قلنا جي تبعها او كتقرا غو غو او او ار فلافان كتقرا اي دونك نا في غي
نافيغي. هنا سمعنا لو سون غ دونك غنسوليني لا لتر جي. بالنسبه للكلمه المواليه لو لافاج، لو لافاج دونك هنا ما سمعناش لو سون غ. غلاسون، غلاسون. فبالنسبه للجي تبعها ال فكتقرب غ، غ غلاسون. دونك هنا سمعنا لو سون غ. لا غارد، لا غارد. فقلنا جي تبعها ا كتقرا غا، لا غارد aussi كي لو سون غ. بالنسبه لا دوزيام كيسيون سوليني لا لتر جي كون تي انتون لو سون ج. الوغ الكلمه الاولى فواياجي، فواياجي. دونك عندي جي تبعها او فكتقرب لو سون ج، فواياجي. هنا سمعنا لو سون ج دونك غنسولينيو لا لتر جي. لو تيغر، لو تيغر. فقلنا الا كان جي تبعها ار فكتقرب غ، لو تيغر. دونك هنا ما سمعناش لو سون ج. جونتي، جونتي. فجي تبعها او كتقرب لو سون ج، جونتي. فوالا هنا كاين لو سون ج. لا لارجور، لا لارجور. فقلنا الى جي تبعها او فكتقرب جو، لو سون ج. دونك غنسوليني لا لتر جي. فيلاج، فيلاج. فوالا هنا اوسي كاين لو سون ج. جيمناست. فهنا قلنا جي الا كان تبعها ايكغيك فكتقرا جي، دونك جيمناست. هنا كاين لو سون ج دونك غنسوليني لا لتر جي. الكلمة الموالية غون، فقلنا جي تبعها ا تقرا غا، دونك غون، غون. دونك ما كاينش لو سون ج. الكلمة الأخيرة كوراجو، كوراجو. فقلنا إلا كانت أو تبعها، فقلنا إلا كانت جي تبعها أو كتقرا غو، ولكن إلا بيناتهم أو فكنولي كنقراوها جو، كوراجو، كوراجو. دونك هنا كاين لو سون ج فغنسطر على لا لتر جي. نتمنى يكون ليكزيرسيس عندكم صحيح. وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه. نتمنى الان تكونوا صافي كتتقنوا لا لتر جي، كتعرفوا امتى تقراوها بلو سون ج وامتى تقراوها بلو سون غ. نتمنى يكون كل شيء واضح لكم. بالنسبه اللي باقي ما فهمش الدرس او عنده باقي شي صعوبه فيعاود الدرس من الاول مره اخرى، وان شاء الله غادي يفهم مزيان. إذا استفدتم من هذا الدرس فشاركوه مع أصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. وما تنسوش جيم باش تشجعوني نقدم لكم مزيد من الدروس. ونتلقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.